بيه. لا لنادينا الأرض أود أن أعبر عن عميق شكري للثقة منحت لي والتي تعبر عن مسؤولية كبيرة أوقعت على عاتقي. منذ الآن وهو تكليف أكثر من هو تشريف، تتطلب من جميعا أن نكون عند حسن ظن لبعضنا البعض وأن تتكاتف جهودنا جميعا كل من موقعه خدمة لفريقنا الغالي. وما يجعلني أن أشعر بالإطمئنان هو أن مهمة تسيير شباب ابن جرير هي مهمة جماعية وليست فردية، أي لا تقتصر على شخص أو شخصين أو ثلاثة. هذه هي الخاصية التي ميزت المكتب التي اشتغلت معه خلال الولاية السابقة. سنواصل بناء فريق قوي متماسك، وسنسعى لتحقيق الانتصارات معا جميعا ان شاء الله تعالى، عبر الاستثمار تجاربنا ونجاحاتنا المتواضعه التي راكمناها مع المكتب المسير السابق منذ انخراطنا وانتخابنا بالمكتب المدير لنادي شباب ابن جرير لكره القدم. وكلنا سعي وراء غد افضل، وانا على اليقين التام أنه بمجهودات الجميع، سلطات وشركاء ومنخرطين وجماهير، سنحقق أهدافنا ونرفع راية نادينا العديم. أما فيما يتعلق بالأهداف المسطرة لولايتنا الجديدة، ستكون عبارة عن استمرارية للأهداف التي وضع أساسها الرئيس السابق السيد محمد الحرب بمعية أعضاء المكتب المديري والذي كنت واحد منهم، هي كالتالي: استمرار الحكامة في التدبير المالي والإداري، الرفع من عدد أبناء إقليم مرحامنا الممارسين بفئات النادي داخل لائحة الفريق الأول، البحث عن مستشارين للنادي، وقد باشرنا اتصالات بخصوص هذا الأمر. هنا نقف على النقطة، لأن الإخوان أصحاب الأمن كانوا معي في المكتب السابق، كنا واحد مجموعة واتصلنا بالمستشارين، وإن شاء الله باشرنا وعدونا إن شاء الله غادي يكون خير. الاهتمام بالقطور المحلية، إعطائهم المكان التي يستطيعون للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.